بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، تخيل أن أمامك حبتي طماطم، حبة مسمدة كيماويا ولكن لم يتم رشها بأي مبيدات، وأخرى مسمدة عضويا ولكنها مرشوشة بمبيدات كيماوية. أيهما ستختار لتأكلها ولماذا؟ في هذا الفيديو سنساعدك على فهم الفروق بين هذين الخيارين، ونكشف عن الحقيقة وراء الأضرار المحتملة للأسمدة الكيماوية والمبيدات، لتتمكن من اتخاذ القرار الأمثل لصحتك ولعائلتك. طرحت هذا السؤال على عشرات الأشخاص، فكان الاختلاف بين أجوبتهم كبيرا. من اختار حبة الطماطم المسمدة عضويا والمرشوشة كيماويا برر ذلك بأن عملية الغسيل قبل الاستهلاك تخلص حبة الطماطم من أي أضرار للمبيدات المستعملة. أما من اختار حبة الطماطم المسمدة كيماويا وغير المرشوشة، فإنه برر ذلك بأن خطر الأسمدة الكيماوية على صحة الإنسان أمر ثابت، ولكنه أقل بكثير من خطر المبيدات الكيماوية التي هي سموم خالصة وقاتلة. فأي الفريقين أقرب إلى الصواب؟ يجب أن نعترف في البداية أن استعمال الأسمدة والمبيدات الكيماوية في عصرنا هو شر لا بد منه، ومن المؤكد أن اختفاء الأسمدة والمبيدات الكيماوية سوف يتسبب في مجاعة هائلة تعم العالم بأسره. فقد قامت الأسمدة الكيماوية بزيادة الإنتاجية وساعدت على نمو النباتات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، كما قامت بتحسين جودة المحاصيل وجودة المنتجات الزراعية، وهي سهلة الاستخدام ومتوفرة بعيارات كثيرة متنوعة حسب رغبة المزارع، وذات فعالية سريعة حيث تظهر نتائجها بسرعة مقارنة بالأسمدة العضوية. ونفس الأمر ينطبق على المبيدات الكيماوية. لولا وجود المبيدات الكيماوية لما تمكنت النباتات من تقديم محصول وافر، بل لما تمكنت من الحياة أصلا. وبالطبع لسنا هنا للدفاع عن الأسمدة والمبيدات الكيماوية، ولا يمكننا إنكار الضرر الذي تلحقانه بصحة الإنسان وبالبيئة أيضا، ولكن نحاول أن نبين أيهما أشد ضررا، الأسمدة أم الكيماويات في الخضار والفواكه التي نتناولها. وفي الحقيقة فإن العامل البشري، أي الإنسان، هو العنصر الأكثر ضررا على صحة الإنسان نفسه، وأقصد بذلك المزارعين الذين لا يحترمون المعايير والمواصفات الموضوعة لاستعمال الأسمدة والمبيدات الكيماوية، أو المزارعين الذين لا يستطيعون احترام هذه المعايير لأسباب سوف أبينها فورا. إن عدم احترام التعليمات يزيد من خطر هذه المبيدات، بل يجعله خطرا محققا. كنت في يوم من الأيام في زيارة إحدى المحميات الزراعية التي تنتج الخيار، وكنا في عز موسم الحصاد الذي يستمر 3 أشهر على الأقل. ولمن لا يعلم، فإن حبة الخيار تستغرق أسبوعا واحدا لتصبح جاهزة للقطاف. وبالطبع فإن شجيرة الخيار يكون عليها مختلف الأعمار من حبات الخيار، الأمر الذي يستدعي قطاف الحبات الناضجة يوميا حتى لا تكبر وتتجاوز الحجم المقبول تجاريا. ولفت انتباهي أن هناك من يرش المبيد الكيماوي وهناك من يقطف الثمار في نفس الوقت. سألت عن مدة السماح التي يمنع أثناءها قطف الثمار، فقيل لي أنها أسبوعين، ولكن كيف يقوم ذلك العامل بقطف الخيار الآن؟ قال لي المشرف: لو انتظرنا انقضاء فترة السماح لخسرنا أطنانا من الخيار. وقال لي إن هذا الأمر يتكرر مع كثير من الثمار التي تقطف يوميا، مثل اللوبيا والبامية والقرعة والفراولة وغيرها. إذن الخوف الأكبر يأتي من المبيدات وليس من الأسمدة، وفي كل الخوف. لذلك إذا كنت مضطرا عزيزي المشاهد، وكلنا مضطرون للأسف، فخذ حبة الطماطم المسمدة كيماويا وغير المرشوشة، فالتلاعب بالأسمدة أقل منه في المبيدات. ولكن هل تستطيع أن تحصل على مثل هذه الحبة؟ التلاعب بالأسمدة أقل ليس لأن البشر لا يحبون التلاعب بالأسمدة، ولكن لطبيعة الأشياء. فالمزارع يسمد بالقدر الذي يفيد نباته ويجعله أسرع نموا، ولا يقطف الثمار إلا بعد أن تصبح مناسبة للسوق. لذلك يظل الخطر الكامن في التسميد هو الخطر الذي نعرفه جميعا، بعكس المبيد الكيماوي الذي قد يكون ماثرا وقويا وفوق ما نعرفه وأكثر مما نتوقعه. وهكذا عزيزي المشاهد، نرى أن حبة الطماطم المسمدة كيماويا وغير المرشوشة بالمبيدات الكيماوية أقل خطرا وسمية من حبة الطماطم المسمدة بسماد عضوي ولكنها مرشوشة بمبيد كيماوي.
ومن هنا يأتي دور الزراعة على الأسطح. الزراعة العضوية تسميدا والعضوية رشا وعلاجا، صحيح أنها أقل إنتاجا وأكثر تعبا، ولكنها بكل تأكيد الأنظف والأصح والألذ. أدعوكم جميعا للزراعة العضوية أينما تمكنتم، فذلك إن لم يقدم لك كل احتياجاتك فإنه يقلل من استهلاك السموم الذي نقوم به يوميا ونحن نعلم. اللهم الطف بنا جميعا واحمنا من كل سوء، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناة الزراعة على الأسطح.